بأول ما يكون عندك مقابلة مع سنترلينك رح يعطوك بطاقة عليها رقم خاص. هذا الرقم بتستخدمه لحتى أنت توصل لمعلوماتك وتفاصيلك بالسنترلينك الخاصة فيك. هاي البطاقة رح تحتوي عفواً على أرقام هواتف حول كيفية الاتصال بالخدمات وأنك أنت تتحدث مع شخص بيحكي نفس لغتك. أما بالنسبة للمدفوعات والخدمات، اتصل بخدمة الهاتف اللي هو متعدد اللغات على الرقم 131202 لحتى تحصل على خدمات الميديكير أو خدمات دعم الطفل. لازم تتصل بخدمة الترجمة الفورية على الرقم 131450. فيك تطلب مترجم فوري وقت بتتصل أو بتزور السنتر لينك. إذا أنت بحاجة أنك أنت بدك مستند مترجم حتى وقت تطالب بمدفوعاتك أو خدماتك، دايركتلي فيهم يترجموا لك ياه مجاني. كمان فيك أنت تعتبر أنه الناس اللي عم بترجم لك هنيك مرتكزين على قواعد سلوكية، فهن ما عندهم صلاحية بأنه يخبروا أي شخص بمعلوماتك الشخصية. في عندك معلومات بأكثر من 65 لغة رح تساعدك على أنك تفهم مدفوعاتك وخدماتك. فيك تقرأ المعلومات أو تستمع عليها أو مشاهدتها من خلال لغتك. طبعاً بتنتقل لللينك اللي رح يظهر هلأ بأسفل الشاشة. ليش لازم أنت تبلغ السنتر لينك بكل شيء؟ بعد أول 12 أسبوع من إقامتك بأستراليا رح تحتاج أنك تخبر السنتر لينك بانتظام لحتى تحصل على مدفوعاتك. هذا الشيء بيكون كل أسبوعين. مقدار المبلغ اللي رح تكسبه رح يأثر على دفعتك إذا أنت بتشتغل أو بتاخذ المصاري من غير دخل. إذا أنت بحاجة أنت بحاجة اليوم لأنك تخبر السنتر لينك بكل شيء بتاخده، حتى لو أنت بتاخد مبلغ زيرو نزل عندك على حسابك الخاص، لازم كمان تخبر سنتر لينك بهذا الشيء. فأي مدخول مالي أنت بتاخده لازم تخبر سنتر لينك كل أسبوعين. شو هو هذا الدخل؟ الأموال اللي أنت رح تاخدها من وظيفة أو رح تاخدها من مصدر تاني، على سبيل المثال خلينا نقول استثمار مثلا، هذا الشيء بيشمل الأموال اللي رح تحصل عليها كمان كهدية. شو اللي لازم تخبر سنتر لينك عند الإبلاغ بمدخولك؟ أول شيء الدخل الإجمالي إلك ولشريكك. لازم صاحب العمل يكون موجود اسمه عنوانه رقم هاتفه خاصين فيه إلك أو لشريكك. كمان لازم تخبرهم عن التواريخ اللي انت اشتغلت فيها أو اشتغل فيها شريكك أو أي تغيرات بتطرأ على ظروفك المعيشية. الدخل الإجمالي هو مبلغ إجمالي مكتسب قبل الضرائب أو الخصومات. أنت بحاجة لتبلغ عن جميع الدخل اللي بتاخده بما في ذلك بداخل أستراليا أو خارجها. رح تشوف هذا المبلغ الإجمالي بسند بتستلم الراتب الخاص فيك. في شغلة كتير مهمة هي لا تبلغ عن دخل التوظيف الذاتي بتقرير الدخل العمل الخاصة فيك. شو معناته هذا الحكي؟ يعني أنت إذا بتشتغل شغل تاني خلينا نقول عنه اسمه self employment، أنت ما بصير تدخله هذا الشيء بتقرير السنتر لينك اللي أنت بتبعته كل أسبوعين. ايمت انت بحاجة لتقدم تقريرك؟ تقريبا بحلول الساعة 5 المساء من تاريخ التقرير اللي رح يبعتوا لك يا سنتر لينك. ما فيك تبلغ قبل هذا التاريخ. انت ممكن فيك تبلغ قبل الساعة 5 بس مو قبل التاريخ اللي هن محددين لك ياه. هذا الشيء بيختلف احيانا من شخص لاخر بفترات ابلاغ التقرير، بس هذا ما بيختلف بينك وبين شريكك، رح يكون نفس التاريخ ونفس اليوم اللي انتوا رح تقدموا فيه هذا الشيء. ما تعمل تحميل او ارسال لسند لحتى انت تستلم الراتب الخاص فيك. اترك السنتر لينك هنا يخبروك إذا احتاجوا لهذا الشيء ورح يتم تسليمك الدفعة بالوقت المناسب. كيف أنت فيك تبلغ عن دخلك؟ عن طريق المايكاف اللي هو بتستخدم حساب السنتر لينك عبر الانترنت، أو عن طريق إكسبريس بلس اللي هو التطبيق بينزل عن طريق هاتفك المحمول. فيك تتصل كمان على الرقم 131202 لحتى تتحدث مع شخص بيحكي نفس لغتك، أو تتصل على 133276 لحتى تبلغ وبتطلب كمان مترجم. فيك كمان تعمل زيارة لمركز الخدمة المحلي، وقبل ما أنك أنت تتمكن من أنك تبلغ عبر الهاتف أو عبر الإنترنت رح تحتاج لتسجيل بالسنتر لينك لحتى تحصل على الخدمات عبر الإنترنت.
فيهم يساعدوك بأنك أنت تقوم بأي مهمة أو شيء بدك إياه عن طريق أي مركز من مراكز الخدمات الموجودة بالسنترلينك. كتير ناس سألوني شو هو المايكاف. المايكاف هو موقع بالإنترنت فيك توصل له بشكل آمن لمجموعة من الخدمات الحكومية من خلال أنك تستخدم اسم وكلمة مرور واحدة. فيك توصل كمان لرسائلك من سنترلينك، ميديكير، خدمة دعم الأطفال ومكتب الضرائب الأسترالي. فيك كمان تغير ببياناتك الشخصية. بس في شغلة دوت كتير مهمة لازم أخبركن عنها، هي إنه تفاصيل تسجيل الدخول للمايكاف مهمة كتير، لحتى هيك لازم أنت تحفظها بمكان آمن كل ما بدك تفوت تسجل يكون موجود عندك. في شيء كمان اللي هو الثاني حكينا عنه اللي هو الإكسبريس بلاس. طب شو هو الإكسبريس بلاس؟ تطبيق الهاتف المحمول لحتى فيك تبلغ عن دخلك وتتلقى رسائل تذكير بالإبلاغ وتسجل أرباحك اليومية من خلال أنك أنت تستخدم أداة اسمها أداة الجدول الزمني. هذا الشيء بيسمح لك بأنك أنت تعرض مدفوعاتك الخاصة فيك وسجل المعلومات، عفوا المعاملات. كمان فيه يعرض لك رسائلك، فيه يحمل لك مستندات، بيعرض لك مواعيد خاصة فيك وبيحدث لك بياناتك الشخصية بما في ذلك التفاصيل المصرفية. في شيء اسمه الإبلاغ عن الدخل عبر الإنترنت. هلأ بمجرد تسجيل الدخول لحساب السنتر لينك الخاص فيك، في شيء اسمه الإبلاغ عن دخل العمل بتحدده، وهون رح يطلع لك صفحة إبلاغ الخاصة فيك. فيك أنت تشوف الفترة اللي أنت عملت فيها إبلاغ من خلال الإضافة لقائمة بأصحاب العمل الجدد. كمان فيك تدخل مبلغ الدخل اللي أنت حصلت عليه خلال فترة التقرير بالدولار والسنتات، هذا هو المبلغ قبل خصم الضريبة وقبل أي خصومات. هلأ كمان فيك تحتاج لأنك أنت تدخل دخل شريكك وتدخل عدد الساعات اللي عملت فيها خلال هاي الفترة لأقرب ساعة.